عندما يتخيل الناس حالة اللامبالاة وعدم الاهتمام الزائد بأي شيء مهما يكن، فإنهم يتصورون حالة واذعة ساكنة من عدم الاهتمام بكل شيء. يتصورون حالة هدوء من شأنها إخماد كل العواصف. يتخيلون هذا ويطمحون إلى أن يكونوا أكثر أشخاصا لا يهزهم شيء، أشخاصا لا يتنازلون أمام أحد. هنالك اسم للشخص الذي لا يجد في أي شيء أي مشاعر أو أي معنى، إنه الإنسان المضطرب عقليا. لماذا تريد أن تكون إنسانا مضطربا عقليا؟ ليست لدي إجابة على هذا السؤال. إذن ما معنى عدم الاهتمام الزائد؟ ما هي اللامبالاة التي يحدثكم عنها؟ فلننظر في ثلاث أمور دقيقة ينبغي أن تساعدنا في توضيح هذه المسألة. الأمر الأول، عدم الاهتمام الزائد لا يعني عدم الاكتراث مطلقا، بل هو يعني أن تهتم على النحو الذي يريحك أنت. فلنكن واضحين، ليس في عدم الاكتراث شيء يدعو إلى الثقة أو الإعجاب. ثم إن الناس غير المكترثين أشخاص ضعفاء يخافون رأي الغير بهم. لا يصلح هؤلاء لشيء أكثر من أكل رقائق البطاطس المقلية وتصفح الأنترنت. والواقع أن غير المكترثين غالبا ما يحاولون أن يكونوا كذلك، لأنهم في حقيقة الأمر يهتمون اهتماما زائدا أكثر مما يجب بكثير. هم يهتمون بما يقوله كل إنسان عن شعرهم، لكن عدم اكتراثهم يجعلهم غير مكترثين بغسله أو بتسريحه. وهم يهتمون كثيرا برأي كل شخص في أفكارهم، وهكذا فهم يختفون خلف ستار من السخرية والتهكم والتعليقات الجارحة الممتلئة ثقة فارغة بالنفس. يخاف هؤلاء من السماح لأي شخص بالاقتراب منهم، فكأنهم يتخيلون أنفسهم أشبه ببلورات ثلجية خاصة فريدة من نوعها، لها مشاكلها المتميزة التي لا يستطيع أحد فهمها. يخشى غير المكترثين العالم ويخافون تداعيات خياراتهم الخاصة، وهذا ما يجعلهم محجمين عن أي خيارات ذات معنى. إنهم يختبئون في حفرة رمادية عديمة الإحساس صنعوها لأنفسهم بأنفسهم، وهم غارقون في أنفسهم وغارقون في الإشفاق على أنفسهم، فتراهم يلهون أنفسهم دائما عن هذا الشيء البائس الذي يتطلب منهم وقتا وطاقة، هذا الشيء الذي اسمه الحياة. ولأن للحياة حقيقة مخاتلة مستترة في هذه الحالة، لا وجود لشيء اسمه عدم الاهتمام بشيء أبدا. عليك أن تهتم بشيء ما، هذا جزء من تركيبنا العضوي يجعلنا نكترث بشيء ما، وبالتالي يجعلنا مهتمين دائما. إذن السؤال الحقيقي هو، ما الذي نهتم به؟ وما الذي نكترث به؟ وما الذي نختار الاهتمام به؟ وكيف يمكننا أن نكف عن الاهتمام بما لا أهمية له في آخر المطاف؟ منذ فترة احتالت إحدى صديقات أمي عليها فسلبتها مبلغا كبيرا من المال. لو لم أكترث بهذا لرفعت كتفي ومضيت أشرب قهوتي وتبعت على الأنترنت حلقة جديدة من مسلسل المفضل، ولا قلت لها يؤسفني ما حدث يا أمي، بل حملتها المسؤولية. لكني غضبت لما حدث، بل غضبت كثيرا لما حدث. قلت لا، لن نقبل هذا يا أمي، وسوف نذهب إلى المحامي لكي نلاحق هذه الحقيرة. لماذا؟ لأنني لا أعطي هذا الأمر اهتماما أكثر مما يستحق، وسوف أدمر حياة تلك المحتالة إذا وجدت نفسي مضطرا إلى ذلك. يوضح هذا المثال الأمر الدقيق الأول في مسألة عدم الاهتمام الزائد. عندما نقول اللعنة على هذا، انتبهوا، إن ذلك الشخص لا يهمه شيء، فإننا لا نريد القول إنه غير مكترث بأي شيء، على العكس تماما. نعني بهذا أن الشخص الذي نتحدث عنه لا يبالي بالمشاق والمواجهة عندما يتعرض سبيله إلى أهدافه.
وهو لا يبالي بإزعاج بعض الناس إذا كان يشعر بأن ما يفعله محق أو هام أو نبيل. نعني أن هذا الشخص واحد من أولئك الناس الذين يمكن أن يتحدثوا عن أنفسهم بصيغة الغائب ويمتنعوا عن نسبة أي فضل لأنفسهم عندما يظنون أن ذلك هو الصواب. إنه شخص لا يبالي بهذا المعنى تحديدا. هذا أمر يدعو إلى الإعجاب كثيرا. لا، لست أقصد الشخص الذي كنت أتحدث عنه، بل أقصد التغلب على الصعاب، وأقصد استعداد المرء لأن يكون مختلفا، لأن يكون منبوذا طريدا من أجل قيمه هو. إنه الاستعداد للوقوف أمام الفشل وجها لوجه، والاستعداد لتحدي ذلك الفشل. إنني أتحدث هنا عن الناس الذين لا يبالون بالمشاق أو بالفشل أو بإحراج أنفسهم أو حتى بتبليل فراشهم بضع مرات. الناس الذين يكتفون بالضحك ثم يفعلون ما تمليه عليهم قناعاتهم، يفعلون هذا لمعرفتهم أنه الشيء الصحيح. يعرفون أنه أكثر أهمية منهم هم أنفسهم، وأكثر أهمية من مشاعرهم ومن كبريائهم ومن اعتزازهم بأنفسهم. إنهم يقولون إلى الجحيم بهذا، لكنهم لا يقولونها لكل شيء في الحياة، بل لكل شيء يزعجهم أو لا أهمية له في الحياة. إنهم يحتفظون باهتمامهم للأشياء التي لها أهمية فعلا، للأصدقاء، للعائلة، للهدف، لأي شيء يحبونه، وكذلك لدعوة قضائية عارضة مرة أو مرتين. وبسبب هذا، بسبب أنهم يحتفظون باهتمامهم للأشياء الكبيرة فقط، للأشياء التي لها أهمية، فإن الناس يبدون اهتماما بهم في المقابل. إنها حقيقة مخاتلة أخرى من حقائق الحياة. لا يمكنك أن تكون شخصا هاما، شخصا يغير الوجود بالنسبة لبعض الأشخاص، من غير أن تكون أيضا نكتة ومصدر إحراج لبعض الأشخاص الآخرين. لا يمكنك ذلك. هذا لأنه لا وجود لشيء اسمه قلة الصعاب. الصعاب موجودة دائما. هنالك قول قديم مفاده أنك لا تستطيع الهروب من نفسك، فأنت موجود حيثما ذهبت. لا بأس إذن، يصح الأمر نفسه على الصعاب وعلى الفشل. ستجد أينما ذهبت 500 كيلوغرام من القاذورات في انتظارك. هذا أمر لا بأس به أبدا. الفكرة ليست في الابتعاد عن تلك القذارة، الفكرة هي أن تجد حلا يناسبك، أن تتدبر أمرها وتجد حلا. الأمر الثاني، حتى لا تهمك الصعاب، لا بد لك أولا من الاهتمام بشيء أكثر أهمية منها. تخيل أنك في أحد المتاجر وأنك ترى سيدة متقدمة في السن تصرخ على موظف المحاسبة وتوبخه لأنه لم يقبل كوبون شراء قيمته 30 سنتا. لماذا تهتم هذه السيدة بالأمر؟ إنها 30 سنتا فحسب. سوف أخبركم عن السبب. لعل تلك السيدة ليس لديها شيء تمضي فيه أيامها أفضل من الجلوس في بيتها وقص هذه الكوبونات. إنها وحيدة متقدمة في السن، أولادها حمقى ولا يزورونها أبدا، كما أنها لم تمارس الجنس منذ أكثر من 30 عاما، ولعلها لا تستطيع أن تتحرك من غير أن يصيبها ألم شديد في أسفل ظهرها. راتبها التقاعدي منخفض جدا، ومن المحتمل أن تموت وهي امرأة خارفة تبلل فراشها. ولهذا فإنها تقص هذه الكوبونات حيث تجدها. هذا كل ما لديها، إنها وحيدة مع كوبوناتها تلك، فهذا كل ما يمكنها الاهتمام به، لأن لا شيء آخر لديها يشغل اهتمامها. وهكذا عندما يرفض موظف المحاسبة ذو 17 عاما بوجهه الممتلئ بثورا أن يقبل كوبونا منها، وعندما يدافع عن نقاء درج النقود لديه مثلما كان الفرسان يدافعون عن شرف العذارة، فمن المؤكد أن هذه العجوز ستنفجر غاضبة في وجهه. سوف تمطره بما تجمع لديها من خيبات خلال فترة إهمالها،
وستنهال عليه عواصف من كلمات نارية من قبيل في أيام شبابي. وكان الناس يظهرون مزيدا من الاحترام. المشكلة مع الأشخاص الذين يبالون بأشياء متعددة أكثر مما يجب هي أنه ليس لديهم شيء أكثر جدارة وقيمة يكرسون اهتمامهم له. إذا وجدت نفسك على نحو متكرر كثيرا تمنح اهتماما أكثر مما يجب لأشياء ثانوية تسبب لك الانزعاج، صورة صديقتك الجديدة على فيسبوك، وكم تضعف البطاريات الصغيرة سريعا في جهاز تحكم التلفزيون، وتضييع فرصة جديدة لشراء عبوتين من معقم الأيدي بثمن عبوة واحدة، فمن المحتمل كثيرا أنك تعيش حياة فقيرة ليس فيها ما يستحق اهتماما حقيقيا. هذه هي مشكلتك الحقيقية. إن مشكلتك الحقيقية ليست في الصورة ولا في معقم الأيدي ولا في بطاريات جهاز التحكم عن بعد. سمعت أحد الفنانين يقول ذات مرة إنه إذا لم يكن لدى الشخص مشكلات فإن عقله يبحث تلقائيا عن طريقة لاختراعها. وأظن أن أكثر الناس المتعلمون خاصة أولئك المدللون من أبناء الطبقة الوسطى البيض يظنون أن مشاكل الحياة ليس في الحقيقة إلا آثارا جانبية لعدم وجود أشياء أكثر أهمية يمكن للإنسان أن يقلق بشأنها. ينتج عن هذا أن عثورك على شيء هام له معنى حقيقي في حياتك قد يكون أفضل طريقة لاستخدام وقتك وطاقتك، وهذا لأنك إذا لم تجد ذلك الشيء الذي له معنى حقا فإن اهتمامك سوف يتجه إلى أشياء لا معنى لها وإلى قضايا تافهة. الأمر الثالث، سواء أدركت هذا أو لم تدركه فإنك تختار دائما ما تمنحه اهتماما. لا يولد الناس بحيث لا يهتمون بشيء، والواقع أننا مخلوقون على نحو يجعلنا نولي اهتماما لأشياء أكثر مما يجب بكثير. هل رأيت في يوم من الأيام طفلا يبكي بكاء شديدا لأن لون قبعته الزرقاء ليس الأزرق الذي يريده بالضبط؟ حقا، هل هنالك أغبى من هذا؟ عندما نكون صغارا في السن يكون كل شيء جديدا مثيرا ويبدو كل شيء كبير الأهمية إلى أقصى حد، ومن هنا فإننا نهتم كثيرا جدا بأشياء كثيرة جدا. نبدي اهتماما بكل شيء وبكل شخص، نبدي اهتماما بما يقوله الناس عنا وبما إذا كان ذلك الولد الظريف أو البنت الظريفة قد اتصل بنا هاتفيا أم لم يتصل، وكذلك بما إذا كانت جواربنا متناسبة مع ملابسنا أو غير متناسبة. ونهتم كثيرا أيضا بلون البالونات في أعياد ميلادنا. ومع تقدمنا في السن واستفادتنا من تراكم خبراتنا ورؤيتنا أن زمنا كثيرا قد ضاع منا، نبدأ ملاحظة أن القسم الأكبر من تلك الأشياء ليس له أثر حقيقي دائم على حياتنا. لم يعد الناس الذين كنا نهتم اهتماما كبيرا بآرائهم موجودين في حياتنا الآن، كما يتضح لنا أن حالات الرفض التي واجهتنا وكانت مؤلمة لنا في وقتها قد أدت إلى نتائج جيدة. وندرك أيضا كم هو قليل انتباه الناس إلى تفاصيلنا السطحية الخارجية، فنميل إلى عدم إشغال بالنا كثيرا بهم وبآرائهم. ومن حيث الأساس نصير أكثر انتقائية فيما يتعلق بالأشياء التي نحن على استعداد لإيلائها اهتماما. هذا هو ما ندعوه بالنضج، وهو شيء لطيف عليك أن تجربه في وقت ما. النضج هو ما يحدث عندما يتعلم المرء ألا يهتم إلا بما يستحق اهتمامه، وكما يقول بانك مورلاند لشريكه المحقق مان ماكنولتي في مسلسل ذا واير، هذا ما تحصل عليه عندما تهتم بأمر ليس من شأنك أن تهتم به. ثم يبدأ شيء آخر بالتغير مع مزيد من تقدمنا في السن ومع بلوغنا أوساط العمر، ينخفض مستوى الطاقة لدينا وتتصلب شخصيتنا. نعرف من نحن ونقبل أنفسنا بما في ذلك تلك الأجزاء والعناصر التي لسنا مسرورين بها في حقيقة الأمر.
وعلى نحو غريب يكون هذا نوعا من التحرر بالنسبة إلينا. لا نعود في حاجة إلى الاهتمام بكل شيء، الحياة هي الحياة فحسب، ونحن نقبلها بحلوها ومرها. يدرك الواحد منا أنه لن يتوصل إلى اكتشاف العلاج لمرض السرطان، وأنه لن يسافر إلى القمر، ولن يداعب ثديي جينيفر أنستون. وهذا أمر حسن، الحياة تسير، ونحن نصير أكثر ميلا إلى القبول بقدرتنا المتناقصة على الاهتمام بالأشياء وإلى توفيرها من أجل تلك الجوانب في حياتنا التي تستحق اهتمامنا فعلا. عائلتنا وأصدقاؤنا المقربون وشركاؤنا في نشاطاتنا المحببة. والمدهش هنا أن هذا كاف تماما، إن هذا التبسيط للأمور يجعلنا سعداء حقا، سعداء على نحو مستمر. وعندها نبدأ التفكير في أن بوكوفسكي ذلك المجنون المدمن على الكحول كان محقا بعض الشيء عندما قال: لا تحاول.